جيش خالد المتهم بمبايعة تنظيم الدولة يهاجم من عدة جهات مواقع الثوار في قرية حيط على الحدود الأردنية في ريف درعا، وفصائل الجيش الحر تعلن صد الهجمات وقتل وإصابة عشرة من عناصره. إسرائيل تهدد برد عنيف مقابل أي محاولة لقوات النظام الانتشار في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان والمعلنة في عام 1974 والمراقبة من الأمم المتحدة. قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري تقول إن فصائل الجيش الحر في درعا سلمت 11 دبابة وخمس عربات عسكرية للمشاة و14 صاروخا مضادا للدبابات وثلاثة مدافع مضادة للطائرات. مقتل عشرة عناصر من قوات النظام وإصابة 15 آخرين بهجومين لفصائل الثوار على مواقعهم في محيط قرى كلز والصراف والزيارة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالية. بعد تسليم النظام إدارة نفوس حماة أسماء 120 معتقلا قضوا تحت التعذيب، وصول قوائم إلى دائرة النفوس في الحسكة تضم أسماء أكثر من 600 من معتقلي المحافظة استشهدوا في معتقلات النظام. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تحصي إلقاء طيران النظام أكثر من 2900 برميل متفجر على مناطق سيطرة الثوار في سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري، وتوثق استشهاد 170 مدنيا بينهم نحو 100 طفل وامرأة نتيجة القصف بالبراميل.